فادي هذا عمران يلي عم يتصل. طيب ردي عليه بقى. لك الرجال صار متصل من الصبح شي 50 مرة. يتصل 150 مرة. كان يعمل حساب هاليوم قبل ما يحكي بهالمياعة مع البنات. لك يا فادي اسمعيني، الرجال شغله هيك شو يساوي يعني؟ تعرفي شو؟ والله جاي على بالي امسكه وضل اضربه وما فلته من ايدي ابدا، حركاته جننتني. طيب ماشي اذا بدك اضربي، وحتى لا تتركي لتفشي خلقك فيه، بس المهم انك تروحي شوي بقى فدوش، خلص لا تزوديها. واحد واطي انا بفرجي. ايه ليكي فادية كأنه ابراهيم متضايق كتير ومبين عليه، ما هيك؟ قليلي هلا، هو مو مع حياة بالشغل؟ طيب ليش ما راح معهم على الرحلة انت بتعرفي شي؟ بتكون الروحة مو مهمة، يعني اكيد مشان هيك ما راح. قصدك انه حياة بنتي بتشارك بالشغلات المهمة والمو مهمة؟ وانه السيد ابراهيم الافندي والباشا والامير مو هيك مزبوط؟ يعني هن في فروقات ثقافية بيناتهم وهذا اللي بيميزه لابراهيم. حبيبتي طلعي فيني بصراحة، أنا وأبوها لحياة ربيناها ترباية كتير صح وتعبنا عليها لحتى كبرت، وأصلاً إبراهيم هو يلي تربايته عاطلة، فهمتي؟ يوم عنده شغل مرتب وتاني يوم ما عنده شيء، وما بتعرفي شو عم يعمل بحياته. وأنا بنتي يا ست فادية مستحيل جوزها لهيك واحد، مستحيل أعطيها. شايفة هذا الحكي اللي عم تحكيه؟ إيه؟ لك هذا بيكون ابن أخي، شب يجنن. أصلاً نحن ما لنا مصلحة مع بنتك ولا بدنا إياها، يعني قصدي هو بيحب حياة، بس وين خبرة إبراهيم وفهمه بهاي الحياة؟ وين خبرة حياة بفهم إبراهيم؟ ما في مقارنة أبداً. أول شيء ابن أخوك رجال مطلق، عم تفهمي علي؟ ويمكن بدال الذهب يجي بباله يحطه تقليد برقبة بنتي. دخيلك في هيك صهر بالحياة؟ أوف. لك أنت بنتك هاي ما بتعرف تقلي بيضتين على بعض حتى، من كم يوم شفتها بإيدها الخلاط وكانت عم تفكر تعمل رز؟ شو هالكنة الفهمانة هاي؟ اسمعي لكن فادي خانم، من تحت راسه لهذا عمران روحتي لي بنتي اللي مثل الوردة، يا عيب الشوم بس ويا خسارة العشرة اللي بيننا. أحسن شي برأيي بلا ما نحكي، خلينا فترة أنا وياكي ما نحكي، فهمتي؟ أصلاً أنت من الأول ما كان لازم تحكي عن ابن أخي هالحكي، وإذا ما بدك تحكي معي أنا اللي ما بدي أحكي معك بنوب، مو أنت. يا سلام شو هالكتاب المسلي والممتع هاد. هنري يبتسم لصديقه توماس بنظرة حزن، قال هدول البشر قديشهم ناكرين للمعروف وجاحدين، وبيجي أوقات الواحد ما عاد بيعرف إحبابه يلي إله عمر طويل معهم، وبيكسروا قلب بعض بوحشية قاسية. ايه والله معك حق يا هنري، كلامك مزبوط درر. اخ يا ما في مثل رفيقك يا هنري يا ما. ما كنت بدي علق على الموضوع، بس لما البشر بيزعلوا رفقاتهم بيجنوا يا حرام وبيبلشوا يحكوا مع الكتب. ما كنت حابة احكي معك، بس الحق عليكي كان من الاول، وفوق هيك بعد لحظات رح يدخل من الباب شخص غريب بخص حضرتك، لا تكوني بالصورة بس. ماني حابة احكي، بس في غشاوة على عيوني وبصراحة ما بيهمني اشوف هالمخلوق بنوب. لا يا خانم ما بقبل. شو يعني ما بيهمك؟ أنا ولا شي، مالي وجود من غيرك، وبصراحة بلشت أخسر موهبتي، إيدي كأنهم ماتوا للأسف. بس يا أستاذ كل البنات الكبار والصغار كلهم معجبين بموهبتك. أنا خصلة الشعر الضعيفة تبعي شو بتعمل قدام موهبتك؟ ما عاد أعرف ركز، الشعر اللي كنت رح ساويه أصفر صار لونه أزرق،
واللي كان بدهم تجعيد سبلتهم وشعرهم صار مثل المي من كتر التفكير فيكي. عم يتكهرب مخي. شوفي. بصراحة أنا احترامي لحضرتك ولمهنتك ما له حدود، بس علاقة حضرتك مع البنات مزودة كتير ومانا مقبولة. يا خانم تحت أمرك أنا، من اليوم ورايح رح صير قص شعر وعيوني مغمضة. أنت بس أمريني، وإذا بدك بصير حلاق للشباب بقلب حلاق رجالي صدقيني. لا مو هيك أبدا، موهبة مثل موهبتك أنت، معلم شعر مثلك ما بسمح لنجمه أنه ينطفي بهاي الطريقة. لو سمحتوا بس لو بتتصالحوا بهدوء شوي، لأني بدي كمل قراية كتابي على رواق. عشاقه عم يتصالحوا، شو منعمل؟ نتواصل بالإشارات؟ مو قدراني سامح مجموعة من الناس، بس بقى أنت سامحتك من قلبي عمران. عن جد عم تحكي؟ يلا نحتفل. لالاي الله لا يوفقك يا فادي على هالتحفل. لالاي 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 لا هاي لا 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 لا. يا جماعة ما تعملوا هيك، مو قادران اترككم وروح، ما فيني اترككم بهالوضع، لأنه هون في حزن كتير كبير، وإذا في حزن كبير بمكان أنا بخرب هالحزن وبمحيه. خلاص عمران، لك أنا وياك تصالحنا هلأ، ما تنقوا تخليني أرجع أزعل، مللتني كتير أنت. يلا خد شعراتي وروح من هون. روح. شايف؟ هي على طول هيك، على الكل بتتغير فجأة ومدري شو بصر لها. صدقني لك مجنونة على الأخير، هاي حتى ابن أخوها نسخة منها. ما في غيرك مجنونة يا ختياري. لا لا يا خانم، ختيارة شو؟ معقولة هالحكي؟ بعد وردة بأول عمرة لسه، ما تقولي عنا ختيارة. انتو التنتين كتير حلوين. فادي يا خانم، بما انه أمينة خانم أكبر منك، انت اللي لازم تبادري بالمصالحة. يلا تصالحوا بقى لحتى ينتهي هالصمت اللي ماله معنا. لا ما بدي، أنا زعلانة وما بدي صالح. لا ما حذرتي، أنا اللي كنت زعلانة من قبل، ما بقبل. لا يا جماعة أنا اللي ما بقبل. انتو بعز شبابكم لسه ما فيكم تزعلوا من بعضكم، اصلا انا اللي بزعل منكم، بترجاكم ما تحكوا معي بنوب. ما تطلعوا علي. افلحت وحكيت؟ واذا فادية خانم، إذا ممكن هالملح يلي قدام حضرتك فيك تقربي لي إياه شوي لو سمحتي، لأنه الأكل كتير بده ملح، إذا بتريدي وما بعذبك يعني. تفضلي أمينة خانم، خذيه وما ترجعي أبدا، لأنه ما بدي فوت معك بأي حوارات أو محادثات. حاج خلصنا بقى، ضيقتولي خلقي كتير وما عاد أقدر أكل. شوفي بيناتكم عينه صابتكن انتو، كيف وصلتوا لهي الحالة؟ ايه عن جد صداقة قوية مثل صداقتكن كيف صارت هيك؟ مو حرام؟ ايه بسببك انتي حياة خانم. سببي انا؟ مو انتي، انتو انتو السبب بكل شي عم بيصير. مين نحنا؟ شو قصدك تقولي؟ انتي اللي لازم تقولي. شوفي بينك وبين ابراهيم، هاتي فهمينا لشوف. شوفي بيناتكن انتو؟ ولا شي. حكيكم بالهمس دائما، شو مفكرة انو نحنا ما عم ننتبه؟ ما عم تبعدوا عن بعضكم كل الوقت. شوفي شو الموضوع، اذا في شي قولوا. لك نحنا تخانقنا ووصلنا لهون كرمالكم انتو. لا مو صح، لك ابراهيم رفيقي كتير، حتى بعتبره مثل اخي بالضبط. انا قلت لها ابن اخوك ما خرجوا هيك قصص بنوب، انا بعرفه منيح، وهي قالت بنتك اقل من ابن اخي، وبعدها هو هو نحن صرنا حموات هيك فجأة من تحت راسكن وعلقنا هيك القصة. شو عم يصير هون؟ كأنه نحن ما بنعرف شي، عايشين بدنيا تاني، شخصيات تافهة كتير. حياة انتو مالكن حق تفرقوا بيناتنا بالمرة. لك هي رفيقتي يلي من 40 سنة، ما بيصير عيب. رفيقتي حبيبتي، أنا اشتقت لك كتير،
سامحيني يا أختي، سامحيني. أنتي اللي سامحيني يا روحي، يا رفية عمري أنتي. تعي هاتي بوسي. أختي يا عمري، يا حبيبة قلبي يا فدوشة، يا روحي. Laftan anlamaz.